تعالوا بقى نشوف ايه بقى السعي دلوقتي برضو. طيب في تقرير عن دخول المدارس كل سنة طيبين، واحنا كنا دعينا لشنطة المدرسة، الشعب المصري الجميل جدعان. يعني هنعمل بنعمل شنطة رمضان، قلنا بقى وزارة التربية والتعليم دي مش فكرتي، دي فكرة الوزارة او حد في الوزارة، يعني برافو عليه، عمل شنطة المدرسة. شنطة مدرسة حلوة، فيها مسطرة واستيكة وقلم رصاص وقلم جاف وبتاع وحاجات زي كده ومنقلة وبرجل كويس. تعالوا نعمل كده، تعالوا نعمل كده كويس، يعني حتى لو الولاد معاهم شنط نجيب شنط تبقى احلى شوية. في ولاد معاهمش شنط، يعني انا شفتهم في تقارير في برامج كتير بقى جايبين لهم شنط الزهر جات من الصين تلاقيها ولا حاجه، شنط شكلها لطيف كده ماشي. انما ممكن نعمل حاجه تبقى تقليد عندنا في مصر يبقى حلو جدا ان شاء الله، نعمل شنطه المدرسه. تعالوا بقى نشوفوا تليفوناتكم بعد الفاصل ان شاء الله. ان العصايه بتتمسك من اول يوم، وبنتي والله ضربت امبارح في سنه اولى، ما يعني انا طلعت للمدير وجاب لي حقي وكل حاجه، بس ليه العصايه تتمسك من اول يوم لسه سنه اولى؟ طالبين في الورقه يعني حاجه اجباري، زائد كراسات زائد كشاكين المجميع والوان كذا، من اول يوم حتى مصبرين علينا نستنى بعد العين. من امبارح دافعين المصاريف وطوابير على المصاريف، ولا في ايصالات بتخرج بالمصاريف، ولا في كتب اتسلمت ماشي، والدروس زي ما هي، يعني المفروض ندي ولادنا دروس والا بقى يبقى في استقصاد ليهم، وما ما فيش اي تعديل خالص، والكثافه في الفصل 80 طالب، ما فيش اي حاجه جديده. يعني هم بيقولوا عفونا من مصاريف الكتب السنه اللي فاتت، دلوقتي احنا دفعنا 65 جنيه والكتب كلها مش الكتب ما جاتش كلها، فينا كتب ناقصه والكتب بتجيلنا متقطعه وحالتها بالبلا، يعني احنا نعمل ايه دلوقتي؟ في كل المراحل من اولى ابتدائي لغايه ثالثه اعدادي اللغه العربيه، كتاب اللغه العربيه مش موجود اصلا، يعني مدينا القصه والخط بالنسبه لاولادي، لكن كتاب اللغه العربيه الاساسي مش موجود. الحمامات ما بتعتبيش عندها متر عشان من الريحه والعفانه، خلاص العيال بتعمل حمامات على نفسها في الفصول عشان ما بتقدرش تروح من ريحه الحمامات. مدرسه مصطفى كامل الابتدائيه، بالنسبه للمدرسه حضرتك في عيال بلطجيه بيقعدوا في الحوش وبيرخموا، ومؤاخذه في الحمامات اي حد بيخش بيضربوه كله عيال، وبيثبتونا حضرتك وبياخدوا مننا فلوس قد كده. كل يوم منظر التكاتك والعربيات، وكل يوم القرف ده والخناقات، ونطلع مبهدلين من عيالنا، وكل يوم القرف ده، ولا في نظام، ولا المفروض باب المدرسه ده يتفتح من ورا، في اهو في باب مدرسه من ورا عشان العربيات والعيال، كله اهمال. عايزين المدرسين يتقول لها فين، لسه في اولى ابتدائي وقولوا لنا الدرس ب 75 جنيه، لما يكون واحد ارزاقي وعنده خمس ست عيال يعمل ايه؟ المشاكل اللي بيبقى فيها اللي هي الدسوكه بتبقى كلها فيها مسامير ومش جديده، هم جابوا دسوكه جديده مش بيحطوها في ثانيه ولا ثالثه، هم حطوها في اولى وما اعرفش بيودوا بقى فين، كانوا كتير قوي. احنا معانا اربع عيال مدارس، واحنا جوزي ارزقي ومعايا اربع اطفال في المدارس، والمصاريف زادت بقت 60 جنيه، احنا نعمل ايه؟ يعني ندفع نور زاد، ميه زادت، كل حاجه زادت على دماغنا، احنا نروح فين ونعمل ايه؟ طبعا ما كانش ينفع. اهلا بيكم مره اخرى. ان التقرير بتاع المدارس ده يتزع كده مشبوك في الفاصل، لانه تقرير مهم، هو محبط شويه بس يعني دي مشاكل بتحصل داخليه. كانت احنا عرضنا قبل كده انه احنا على مدرسه في اتنين عساكر واقفين. انا عارف ان ده يمكن بطالب الداخليه بالشيء الصعب، يعني ان هو يمكن يكون مش متوفر قوي لديها هذا الكم من رجال الشرطة اللي ممكن يغطي مدارس مصر، بس يعني هنعمل ايه؟ طيب دلوقتي لازم نشوف حل بقى، لانه المدارس دي لازم يقف عليه، لانه فعلا من زمان قوي احنا بنشتكي من تصرفات الولاد، يخرجوا يضربوا بعض ويخرجوا يعكسوا البنات ويضايقوا البنات، وغالبا المدارس بتبقى تلاقي مدرسة الصبيان جنبيها مدرسة البنات، فتلاقيهم يعني بتحصل مشاكل يعني المجتمع في حل منها الوقتي مش 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 يعني في اللي مكفيه. فاذا كان الداخليه تقدر تعرف تعمل حاجه، تعرف تعمل حل، يقولوا الشباب مش لاقي شغل نشتغلها، طب ما نشغل منهم مجموعه في مثلا امن بشكل او باخر يبقوا واقفين
يحموا الحاجات. يعني تعالوا نشوف الحكاية دي، يعني تعالوا نشوف الكلام اللي اتقال في التقرير مهم. كتب المدارس نأمل ان وزارة التربية والتعليم تاخد بالها من الحكاية دي. الكتب لسه مش كلها وصلت على عهدة السادة للطلبة الولاد اللي اتكلموا في التقرير. زائد انه مفيش مانع ابدا ان احنا برضو نبص نشوف الكتب بتوصل سليمة ولا متقطعة ولا بتتخزن وحش ولا بتطبع وحش ولا كل دي حاجات يعني نبص عليها. ده اعتقد دورنا واحنا بنقدم اصل العلم، مش انك انت تجيب كتاب فيه مادة كده نذاكرها وخلاص، لا ده هنسبوه ونسميه التربية وتعليم. يعني برضو الكتاب لازم يكون شكله حلو، ولازم كل كتب تكون موجودة. يعني تعالوا نفكر كده في ان احنا نناقش كل المسائل دي، ما نعتبرهاش كلام شويه عيال وخلاص، لا ده مش كلام عيال، كل الكلام ده بيأثر. الست قالت انه الولاد في ابتدائي والمدرس عايز الدرس الخصوصي ب 75 جنيه كتير حرام. دي بقى مش هنعرف نعمل فيها حاجه الا اذا يعني مش هنعرف نعمل فيها حاجه بقى الا اذا طلع قانون، بس ما اعتقدش المدرسين يقدر دلوقتي نطلع لهم قانون نمنع الدروس الخصوصيه، لانه في فصل في 60 واحد و50 واحد و70 واحد، هيفهموا ازاي؟ مستحيل. ده لو مدرس عبقري بيدرس مش ممكن هيدرس ل 70 عيل في فصل و60 عيل في فصل. امور معقده متشابكه، ربنا يكون في عون المسؤولين يعني ويحاولوا يفكروا يحلوا هذا. ناخد